احنا الان في فلسطين في السودان موجودين بعد من الخرطوم تقريبا ما يعادل ساعتين او ثلاث ساعات، ولكن بسبب الطريق والمشاكل اللي واجهناها في الطريق طلعنا من الصباح من الساعه 2، من الساعه 2 صباحا على اساس نقدر نوصل على الساعه 8 هنا. من الساعه 2 لما نتحركنا ما حركنا الا خطاب من السفاره، ونزل كشف من السفاره باسماء الطلاب اللي قالوا انهم يتحركوا علينا. الكشف هذا كان فيه تقريبا 117 اسم غير العائلات، 117 اسم بناء على كشف السفاره قالوا لهم تعالوا من الولايات اللي في الولايه البعيده، يجي من الولايه اللي هو فيها. بناء على كلامهم جابونا على اساس انه هتتحرك البصات على الساعه 8. احنا الان قاعدين في الشارع، قاعدين في منطقه هنا اراك سيتي، بحيث انه مش لاقيين مكان نقعد فيه. ليش تحركني من البدايه؟ ليش تحركني من البدايه وتجيبني من الولايه عشان تقول لي بدي اعمل لك اجلاء الصباح على الساعه 8، والساعه 8 الاقيك طلعت بص واحد تبعين الضفه الغربيه.